السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل طريقة الكفتة المشوية. 750 جرام لحم مفروم احمر زائد 250 جرام شحم، عليهم 2 بصلاية مضروبة في الخلاط ومصفية من المية خالص. هنضيف على التفل دوت بتاع البصل معلقتين بقدونس مفرومين رفيع، زائد معلقتين سماء، زائد وحدة زبادي، زائد فلفل على حسب الطلب. تمام، اللي انا بحطه في الفريزر وببشره زي التوم فبيديني طعم حلو. نص طماطماية مفرومة صغير جدا، واحد فص توم مبشور رفيع، زائد معلقتين زيت، زائد 7 بهارات ملح فلفل فقط، ما بتضيفيش عليها اي حاجة تاني. بعد كده بتتبلي كل دوت وتحطيه في التلاجة لمدة ساعتين. بعد كده بتصبعيها، ولو عايزاها تكون زي طرب بتجيبي منديل الخروف وبتبتدي ان انت تلفيها زي المحشي بالظبط. وبعد كده بنشويها، يا اما طاسة لو عندك حاجة في الفرن، او ممكن تحطيها على الباربيكيو على الفحم، وبتطلع ظريفة وطعمه وطرية. وبألف هنا نشوفها ان شاء الله. تعبتكم، لايك وشير، باي.